السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ونلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال. إذا كنتوا أول مرة كتشوفوا قناتي فمرحبا بكم، ما تبخلوش عليا بإشتراك معايا في القناة وتضغطوا على زر الإعجاب، وإن شاء الله يوصلكم كل ما هو جديد. بسم الله على بركة الله نقوم بالصلاة على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، صلوا على النبي ولنا الأجر جميعا. إن شاء الله غادي نقدم معكم اليوم وصفة خطيرة جميلة واعرة ضد تساقط الشعر، كما كتلاحظوا معي بمكون واحد اللي هو حب الرشاد. حب الرشاد له عديد من الفوائد البنات والفيتامينات والمعادن المفيدة للصحة كحمض الفوليك والألياف وفيتامين أ بي و سي والمغنيسيوم والبوتاسيوم والعديد من المكونات أو الفيتامينات. كنصحكم البنات تدخلوا تقراو على هاد حب الرشاد باش تعرفوا علاش كنهضر. ان شاء الله جوج كيسان كبار ديال الماء غادي نديروهم في كاسرونه، ماء عادي من الروبيني غنديروه في كاسرونه، غنغليوه واحد شويه عاد نضيفو جوج معالق كبار ديال حب الرشاد. كما كتلاحظوا معايا في الفيديو غادي نغليو هاد حب الرشاد، كما كتلاحظوا معايا واحد 10 دقائق غادي يبدا يغلى وغادي تكون واحد اللون اللي هو اصفر فاتح، والماء ديالو غيبدا يغلى، غيبدا عفوا يتقال، يعني غيتكون عندنا واحد لوجيل غير يبدا يتقال. البنات حيدوه من فوق النار، فغادي نحيدوه من فوق النار وغادي نحاولوا نصفيو هاد حب الرشاد كامل. كما كتلاحظوا معايا غادي نصفيه كامل في الصفايه او في الليبه، من الاحسن الليبه. فالمهم كنستمروا بهذه الطريقه حتى نصفيه كامل، كيتكون عندنا واحد لوجيل اللي رائع البنات، غادي يهنيكم من تساقط الشعر والمشكل ديال الصلع. فهاد الوصفه صالحه للرجال والنساء والاطفال الصغار، فالبنات ما تبخلوش عليا بارائكم، فوصفه رائعه جدا كنصحكم انكم تجربوها. فهالوجيل كيتكون عندنا كما كتلاحظوا كيثقال وكيجي واعر البنات زوين بدون رائحه، ما فيه لا رائحه لا والو. اللي غيسولوني ما فيه لا رائحه لا والو، عادي بحال اللي كتشمي الماء عادي، يعني واحد الريحه خفيفه جدا. غادي نحتاجو واحد البخاخ، الا ما متوفرش عندكم ممكن تستعملوا شي قرعه ديال الزاج وتحتفظوا به في الثلاجه. هذه الوصفه كتحتفظ في الثلاجه البنات. فالطريقه الاستعمال غادي نقسموا شعرنا على جوج وغنقسمو عاوتاني على جوج، كل طرف نقسموه شويه هكا وشويه هكا، ونبداو نرشو في الشعر ديالنا وحنا كندلكو، كنشقو شعرنا وكنرشو وندلكو مزيان مزيان الشعر ديالنا، وغادي تلاحظوا ان شاء الله الفرق في ظرف اسبوع، من اسبوع حتى ل 15 يوم البنات غادي تلاحظوا الفرق. هذه الوصفه خطيره خطيره خطيره. الى تسالات لكم ممكن تصاوبوا وحده اخرى او تضعفوا الكميه. فهذا كنحتفظوا به في الثلاجه وقت ما تفكرتيه صباحا ومساء بقاي ترشيه لشعرك، فبدون غسل، ما تحتاجوش الغسل البنات. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش عليا بارائكم، والى وصفه جديده ان شاء الله، وبسلام عليكم.